للمقاومة الفلسطينية الباسلة وأزكى سلام لأرواح الشهداء. في زمن التسلط والغطرسة حيث يتحكم أسياد العالم في الصورة لتزييف الحقائق من أجل طمس الحقيقة، حقيقة الإبادة الصهيونية المباشرة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في غزة والقطاع، شهداء بالآلاف أطفالاً يسائلون ضمائر الأحياء الأموات، نساءً تحملن آلام وخذلان أمة، وشيوخاً شاخوا صموداً أمام الظلم الممنهج للثنائي الصهيو إمبريالي ولمن تواطؤوا وخضعوا وخانوا عندما تفقد الإنسانية إنسانيتها. وتستمر المقاومة الباسلة ومعها الوعي مسيرات مليونية قطع علاقات وتقديم ملف المجرمين الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية. واليوم يأتي الدعم من أبناء فلسطين في الشتات ومن أساتذة وطلاب الجامعات عبر العالم مرددين الحرية لفلسطين، حيث أصبحت فلسطين الرئة التي يتنفس منها كل أحرار العالم، ولندرك من جديد أن تحررنا بأيدينا ونحن الدول النامية التي تبقى محرومة من النمو والتي عليها أن تعمل للعبور للديمقراطية والعدالة ومحاربة الفساد وبناء مجتمع العلم والمواطنة، وهذا ما سيقوينا ويجعلنا نحافظ على استقلال قرارنا والدفاع عن وطننا وسيادته ووحدته وسمعته وعن حق المغاربة في العيش الكريم. وليتحمل الجميع مسؤوليته بدءا بالعمل على إلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمته القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى، ثم التوجه باتجاه بناء المغرب الكبير ومواصلة الانفتاح البناء على قارتنا الإفريقية التي تعرف نهضة واعدة، وتطوير علاقات دولية متوازنة ومركزة حقوق الإنسان، وإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف والصحفيين والمدونين. انطلاقا من البرنامج الحكومي والالتزامات العشرة التي تقدمتم بها، فأولاً الاطلاع على تقارير المندوبية ومجلس منافسة ومجلس الأعلى وغيرها تبين بما لا يترك يعني مجالاً للشك بأن هناك ضعف للأداء ومنح تراجعي. كان من المفيد طلب استطلاع رأي المعرفة ما إذا كان المغاربة سعداء بعمل الحكومة والبرلمان، وما هي مؤاخذتهم على هاتين المؤسستين التي تكاد أن تنصهر في واحدة في ضرب صارخ لمبدأ فصل السلطات واللي هو المؤسس للدساتير الديمقراطية. بالنسبة لزلزال الحوز، بالفعل كان هناك مجهود. اليوم المطالبة بأن تستفيد الساكنة ساكنة المناطق المنكوبة من البنيات التحتية ومن مقومات التنمية ومن عائدات الثروات الباطنية بالنظر لغلاء المواد الباطنية. علاش كنقول هذا الشيء؟ لأن المغرب كيستافد يعني المنقب الخارجي يستفيد 75%، و يعني اليوم حنا كنطلبوا هذيك 75% ترجع ل 50% باش نكثروا من العائدات على المستوى الجهوي وعلى المستوى يعني ديال الخزينة ديال الدولة.